Așa ceva, sport finire normal. The trend acting and steady, sau trend acting protein, alfa, și elements. Și dar exist acting, cum mai elements, dar nu mă simt cum se gândire de ei, ne mai trend acting două protein. Oare mă acting, lege să mi-o trend acting, dar nu mă gândire de GNA. GNA asana. O bagaie de goma în mine. So they come from another place. Mă umbesc chiar în gine de la calimarie, așa că trebuie să-mi un tren. Unde le gheam pe și, că mi-i sis, unde n-așe tenie să mi un tren. Că doar că iei în gine afară, că să-mi un tren, să acting, regulatorii protein. Doar, băul, plom, mai de instrument. Ok? Păi, de la fel, fac mai bine, avea tren de acting, regulatorii protein, زي السي دي ام. انا هقول كلام قد ينطبق على السي دي ام وقد لا ينطبق. اوكي؟ السي دي ام بالذات مثلا له دومين بيتحد مع الدي ان اي عند السي ان اي تي زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ يبقى الدومين بنسميه ايه؟ دي ان اي بايندينج دومين. يبقى ده بنسميه دي ان اي بايندينج دومين. اوكي؟ له دومين and factors and the play and the promoter. Okay? The domain offer will be able to be gamma and transcription factors and the promoter. Now, I'm gamma and transcription factors, you might say I'll initiate. You might get that I say I'll initiate. Lotto, how do you come back? You have a loan, is that some other one see here? In the loan, you have any one in the domain? Protein associated factors, and as I know here, I shall name the transcription factor 2D and the plasma and TATA box. They are controlled. And all other proteins that are in the box are here. One can improve your injury. You consume anti repressor domain. Yeah, anti repressor domain. Yeah, it's not repression. But besides, I am not repression. Muscle and body. DNA, sorry, by acetylase activity, histone acetylase activity. Late histone acetylase talk about anti-repressor. Then I'm talking DNA and histones. But I'm going to have a transcription, let's go to the DNA, many nucleosomes, many histone, and I'm going to feel how I can have a nucleosome. Protein binding transacting, you can look ligand binding domain. Yani ligand binding, yani يتحد مع حاجة تانية عشان يتناشر. طبعا typical example ايه؟ الهرمون ريسبتور. الهرمون ريسبتور عشان يشتغل قلنا لازم الأول يعمل ايه؟ يتحد مع الهرمون. طبعا ما دام هيتحد مع الهرمون يبقى له ايه؟ هرمون binding domain. طبعا مين هو مين الميه اللي هنا؟ هرمون. اوكي؟ قلنا زي مين؟ زي الاستيرويد هرمون، زي الثايرويد هرمون. دول الاول لازم يتحدوا مع الهرمون بتاعهم عشان يشتغلوا كترانسكريبشن فاكتور ويرشحوا الجينز ان الهرمون مسؤول عن الفانكشن. واضح الكلام؟ حد عنده سؤال عن الترانز اكتنج ريجولاتوري بروتينز؟ واضح الكلام عنهم؟ عرفنا احتمالات الدومينز اللي موجوده فيها؟ افتكر طبعا كلمة دومين من زمان معناها منطقة معينة على سطح البروتين لها فانكشن معين، لها شكل معين يؤدي وظيفة معينة، وكل دي أمثلة على وظائف بيقوم بها. أوكي؟ لازم نربط الكلام اللي أخدناه زمان في البروتين كيمستري، موضوع الدومين والكلام اللي قلناه. يعني كده كلمة الدومين بقى في البروتين كيمستري أصبحت مفيدة. أوكي؟ طيب احنا transcriptional regulation وخدنا فيها الكونترنر سبلايسنج دي خلاص خلصناها وخدنا فيها كمان المسنجر ار ان اي اديتنج اما غيرنا الكود بتاع ال
gluta amini e la stop code fa valere protein 48% del code del protein asti وده اللي بيحصل في الانتستنس وفي الليفر عندي البروتين الاصلي اللي بنسميه ابو بي 100 في الانتستنس اسمه ابو بي 100 الطريقه الثالثه للبوست ترانسكريبشنال ريجوليشن هي ستابيليتي اوف مسنجر ار ان اي طبعا كل ما زادت الاستابيليتي بتاعت المسنجر ار ان اي كلما ايه استطاع نصنع منه بروتين اكثر لو المسنجر ار ان اي تكسر بسرعه مش هلحق بروتينات ما هو اللي بيديني السيكونس اوف امينو اسيد اللي انا حابيه من البروتين مش كده؟ بيعمل الكودرز فاذا كسر بسرعه خلاص مش حابي بروتين اذا فضل عايش مده طويله حابي منه بروتين مظبوط كده؟ طيب ايه اللي بيأثر بقى يا ترى على الاستابيليتي او دي مسجر ار ان اي؟ قلنا في حاجات بتثبت الاستابيليتي زي الكاب ليه؟ الكاب ليه بتزود الاستابيليتي؟ بتمنع الرياكشن اوف ذا 5 برايم اكشولي كليكس لانها ال 5 برايم ان تبدو كانها 3 برايم هي راح تصير 3 برايم ولا 5 برايم زي ما شرحت زمان وبالتالي لا يشتغل عليها ال 3 برايم اكشولي كليكس ولا ال 5 برايم اكشولي كليكس فدي بتزود السبيل بس هل دي تعتبر ريجوليتوري ولا ملهاش ريجوليشن؟ دي ملهاش ريجوليشن في حد ذاتها دي كان دي دايما موجود ها؟ طيب انما البولي اي تي البروتينات بتغطي الموضع لا الفري برايم اكسوليفيز اللي بيشتغل لان البروتين مغطي ولا حتى الاندوليفيز اللي بيشتغل لان برضه البروتين مغطي على البوليتين. موجود البوليتين بيطول عمر المسنجر ار ان اي وبالتالي نقدر نصنع منه بروتينات كتير. اوكي؟ طب اللي ما بيجيبوش بوليتين ده ترى ايه كي واو زي ستون زي ما قلنا ستون ما فيهاش بوليتين. ها؟ وهنا ريبليكيشن عملت دبل ال دي ان اي وبعدين لازم اعمل دبل ال ستونز لازم اعمل ستونز جديده قبل القديمه عشان الف حواليها الدي ان اي فدي محتاجه سرعه قوي ها فبلاش نعمل بولي ان اي امال بنعمل ايه؟ الفري فايمنت بقى لها ستراكشر معين يخليها برضه ريزيستنت تو بريك اب اوكي يعني حتى لو ما فيهمش بولي ان اي في طريقه ان احنا نثبتها اوكي طيب برضه ده مش ريجوليشن قوي انا حابب مثال على ريجوليشن بس مش موجود في الكتاب طب بس قبل ما نخلص كده البروتينز اللي بتتحد مع البولي اي تي دي طبعا لو عملنا منها كتير هتثبت المسنجر ار ان اي متقطع مش كده؟ ودي محتمل احد طرق عمل الهرمونات يعني ممكن هرمون معين يساعد على بناء بروتين معين نتيجه ايه؟ انه عمل كميه كبيره من البروتينات اللي بتتحد مع البولي اي تي عشان يثبت المسنجر ار ان اي بتاعه انه مصنع من البروتين يبقى this is one of the mechanisms by which هرمونز كان افكت بروتين سنتيز احد طرق ازاي الهرمونات ممكن تنظم بناء البروتين اوكي خلصنا بقى من موضوع الفولي ديتيل ده ممكن الثري برايم ان ترانسليتد ريجن ودي بقى تبين ان الفايف برايم والثري برايم ان ترانسليتد ريجن دي مش ملهاش وظيفه يعني حتى قد يتساءل بعض طب ما احنا كنا نعمل ميسنجر ار ان اي يا دوب على قد الحته الايه اللي ترانسليتد وخلاص اللي يخليني ابني حته عن الفايف برايم نوت ترانسليتد وحته عن الفري برايم نوت ترانسليتد. ممكن دول يعملوا ريجوليشن على عمليه الترانسليشن. ممكن يعملوا ريجوليشن على انا هديكم مثال برضو عشان تبقوا مستوعبين اكتر. اوكي؟ انتوا خدتوا الترانسفير مش كده؟ في الفيزيون ده بيعمل ايه ده؟ بيكاري ايرون. كويس. طيب ازاي الايرون يخش جوه الخليه؟ في ريسبتور مظبوط تمام انتوا عارفينه في ريسبتور على سطح الخليه ها بيمسك الترانسفيرن عشان يدخل الترانسفيرن ياخد منه الايرون ويدخله جوه الخليه مظبوط الكلام ده؟ طيب لو الخليه ما فيهاش ايرون يبقى احنا عارفين نعمل ايه؟ نزود الترانسفيرن ريسبتور يقوم يمسك الترانسفيرن ويدخل حديده ولا عكس العكس
part of the messenger RNA of the transference. I did not say transference for that. طبعا ده يعني بروتين آخر بنصنعه بناء على ايه معلومات موجودة في المسجر. المسجر RNA بتاع البروتين اللي بيتحد مع الفري برايم انترانسليتد ريجن ده لو اتحد مع الحديد ما يتحدش مع المسجر ار ان اي. ليه بقى؟ اتحاد الحديد معاه ان فيه كونفورميشن تشينج فما يقدرش يتحد مع المسجر ار ان اي. طب لو ما اتحدش مع المسجر ار ان اي المسجر ار ان اي يكسر بسرعه. ها؟ يبقى هنا الفري برايم انترانسليتد ريجن دي هي فانكشن ايه؟ بتنظم عمل المسجر ار ان اي حسب الريكوايرمنت. ها؟ مفيش حديد يوم البروتين يتحد مع المسجر ار ان اي يسبب له يعيشه مده طويله نصنع ترانسفير ريسبتور كتير ندخل حديد كتير جوه الخليه. اول ما يخش الحديد يعمل ايه؟ بيتحد مع هذا البروتين يفك من المسجر ار ان اي يوم المسجر ار ان اي يتكسر وخلاص ما نصنعش ترانسفير ريسبتور. فهمت الريليشن دي ازاي؟ يبقى اذا الموضوع بقى الفري برايم انترانسفيرد ريجن لها حاجة تانية مش هتجيب مثال ليها كاتب عليكم ها؟ ولذلك قلت لكم الكلام ده غير موجود في الهند. اوكي؟ لما ادينا مثال اهو ازاي ننظم فعلا دي عمليات وظيفية فعلا. اوكي ويبقى كده خلصنا الريجوليشن عن طريق البوست ترانسكريبشن. في ريجوليشن تاني احنا قلنا زمان بقى مش هنعيده تاني اللي هو ريجوليشن اوف ترانسليشن نفسها. فكنا فاكرين بقى احنا قسمنا الريبليشن وفي الاكسبريشن لاربع مراحل مش كده؟ المرحله الاولى ما قبل الترانسكريبشن اللي هو دي ان ايه موديفيكيشن. اوكي؟ نعمل له امبليفيكيشن نعمل له ايه؟ ديمينيوشن ها؟ نعمل له سايلنسنج اتسترا اتسترا. ادي الطريقه. الطريقه الثانيه الريبليشن اوف ترانسكريبشن. واتكلمنا هنا على سيس اكتنج اليمنتس اللي هم سيكونسز نير ريجين او اواي فروم ريجين بس سيكونسز ان دي ان ايه وترانز اكتنج ريجولاتوري بروتينز. اوكي؟ وبعدين اتكلمنا على بوست ترانسكريبشن احنا عملنا خلاص ترانسكريبشن بعدين مثلا ار ان ايه ممكن يعيش مده طويله او صغيره حسب ما انا عايز حسب الخليه محتاجه ايه. ممكن اورجانيك سبلايسنج زي ما قلنا نصنع بروتينات مختلفه ممكن ام ار ان ايه ها؟ وممكن زي ما قلنا دلوقتي بقى شرحت تفصيلات عن الستابيليتي او مسجر ار ان. الطريقه الرابعه والاخيره بقى الريليشن اوف ترانسليشن ودي قلناها اما اتكلمنا عن ترانسليشن قلنا اثنين من الانيشيشن فاكتورز ريجليت اللي هم ايه؟ انيشيشن فاكتور 2 و 4. وخدوا بالكم دول ريجليتد بطريقتين عكسيتين. اما اعمل فوسفوريليشن لانيشيشن فاكتور 2 يعرف بعد العمل. واما اعمل فوسفوريليشن لانيشيشن فاكتور 4 بالعكس يزيد العمل بتاعه. وده وشرحناه قبل كده مش هنعيده تاني ويبقى كده خلصنا كل الريجليشن او جين اكسبريشن وننتقل الى موضوع جديد اللي هو دي سيل سايكل اللي هو السيل سايكل. السيل سايكل الحقيقه موضوع مرتبط بموضوعين او ثلاثه اخرين مهمين جدا ولازم نربطهم في بعض. لو ما ربطناهمش مع بعض ما فهمناش حاجه. لازم نربط السيل سايكل بالايه؟ بالابوبتوزس ونربطها بالاونكوجينز والتيومر سبريسور لان كل دول مرتبطين مع بعض. فبقول لو ما ربطناهمش مع بعض يبقى ما فهمناش حاجه. بقى كل حاجه كده مبعثره؟ لا، لازم كلهم يتفقوا مع بعض كوحده واحده. اوكي؟ لان ما بنظم السيل سايكل بنظم تكاثر الخليه. طب ما هو الاونكوجينز بيعملوا ايه؟ بيزودوا تكاثر الخليه. والتيومر سبريسور جينز بيعملوا ايه؟ بيقللوا تكاثر الخليه، يبقى لازم يتفقوا مع بعض. وفي نفس الابوبتوسس بيعمل ايه؟ بيموت الخليه. طب كل ده له علاقه بايه؟ بتكاثر الخليه او بموت الخليه. كل دول بقول لازم يتربطوا مع بعض. اوكي؟ فانا هبتدي اربطهم مع بعض من الاول. معلش هتلاقوا في الكتاب الكلام متقسم.
طيب هنبتدي الاول بتعريف السلف سايد ودي الحياه اساسا ما خصناش دي اساسا تخش الاستراتيجي والسيلف اب السيلف سايد هي ايه هي فعلا تعريف السيلف سايد السيلف سايد هي المده التي تنقضي بين ان خليه معينه تنقسم الى خليتين جداد الى ان كل خليه من كل خليتين جداد تنقسم الى خليتين جداد يعني من نهايه انفصال الخليه السابقه ووجود خليه جديده الى انفصال هذه الخليه الجديده الى خليتين جديدتين هو ده تعريف السيل سايكل في سن طوالي دلوقتي من دلوقتي لغايه ما تنعزل ده اللي بنسميه سيل سايكل طب يا ترى السيل سايكل دي ثابته في الزمن لجميع الخلايا طبعا ها رابيدلي مالتيبلاي سيل الخلايا اللي بتتكاثر بسرعه بتتراوح بين 20 الى 24 ساعه نقول يوم يعني اوكي وده بيحصل في السيل كلتشر عم مزرع خلايا عشان تتكاثر بتتكاثر بهذه السرعه كل خليه بتتكاثر كل يوم كل 24 ساعه كذلك بيحصل في رابيدلي مالتيبلاي سيل زي الهيماتوبويتيك سيل الهيماتوبويتيك سيل برضه بالذات طبعا الوايت بلاد سيلز اوكي انها مش كل الخلايا بتتكاثر بالسرعه دي في خلايا تقريبا ما بتتكاثرش خالص زي البرين سيلز وفي خلايا اخرى بتتكاثر كل مده طويله قوي زي الليفر سيل الليفر سيل بتتكاثر كل من 6 اشهر الى سنه ها 6 to 12 months بالنسبه للليفر سيل البرين سيلز احنا عارفين ما بتتكاثرش طيب احنا بنقسم برضه الكلام ده يعني خص اكتر الهيستولوجي ها بنقسم السيل سايكل الى اربع مراحل اربع فيز بنسميهم جي 1 واس وجي 2 وام ها طبعا اس جايه من ايه؟ سينتيتيك فيز ليه؟ لان بنعمل فيها سينتيسيس اوف دي ان ايه اللي هي سميناها ايه؟ ريبليكيشن يعني بيحصل فيها ريبليكيشن سينتيسيس اوف دي ان ايه تساوي دي سنتين فيز او اس فيز كويس قبل الاس فيز في حاجه اسمها جي 1 فيز وبعديها في جي 2 فيز وبعدين الام فيز الام فيز جت منين؟ الام دي من مايوز يعني هنا بيحصل انقسام الخليه يعني الانقسام الحقيقي بيتم في الام فيز اللي هي مدتها حوالي ساعه فقط اونلي 1 اور بس هي ديفايس وده البايوتيك فيز او الام فيز اوكي طيب بين الام فيز ده والام فيز اللي جاي بنسميه انترفيز يعني ايه بين الام فيز ده والام فيز اللي جاي جاي يعني الخليه دي تبقى تنقسم مره اخرى مش كده؟ طيب بينهم ايه بقى؟ بينهم جي 1 فيز واس فيز وجي 2 فيز والثلاثه دول مع بعض بنسميهم انترفيز انتر يعني ايه؟ يعني ان بتوين ليه؟ لانه ان بتوين ايه؟ تو ماي بوكس تو ماي بوكس الام فيز بيحصل فيه المايتوز الانقسام فعلا بيحصل فيه الام فيز بس ده الانقسام حقيقه بيحصل فيه الام فيز فبين الانقسام ده والانقسام الجاي في ثلاثه فيز جي 1 واس وجي 2 طبعا جي جاي من جاب جاب يعني ايه؟ يعني مسافه بين حاجتين كلمه جاب يعني مسافه بين حاجتين بين ايه بقى؟ بين الاس فيز وبين الام فيز يبقى اسمها جي 1 بين الاس فيز وبين الام فيز يبقى اسمها جي 2 جاب 1 وجاب 2 الجاب 1 فيز مدتها تتراوح من 6 الى 12 ساعه والاس فيز سنتيك فيز من 6 ل 8 ساعات والجي 2 فيز من 3 الى 4 ساعات وبعدين الام فيز ساعه يبقى التوتال زي ما قلنا من 20 الى 24 ساعه اوكي طيب عمليه السيل سايكل دي طبعا لازم تبقى منظمه مين يا ترى اللي بينظمها؟ اساسا لازم في جروث فاكتور بينبه الخليه انها لازم تنقسم مش كده؟ فلازم الاول الخليه تتعرض الى جروث فاكتور والجروث فاكتور ده ياثر على ايه؟ على ريسبتور موجود على هذه الخليه يوم ينشط الخليه دي الى الانفصال. اوكي. كويس. في الجي 1 فيز بيحصل
للS phase. في نهاية الG1 phase في حاجة اسمها restriction point. ما تعريف restriction point؟ تعريف restriction point اللي هي البوينت اللي قبلها لازم السل تبقى معرفة للجروس فاكتور عشان تنخفض. وبعد ما نوصل للريستريكشن بوينت ما دام وصلنا لها لا يلزم الجروس فاكتور. بمعنى لو انا حطيت سيلف كالشن عامل سيلف كالشن وحاطط حاجة عشان تنشط ايه ان الخلية دي تتكاثر لازم احط لها جروس فاكتور ولازم احط لها نيوتن صح بل امينو اسيد عشان تبني بروتينز اوكي وعشان تبني نيوكليوتايدز اتسيتر. اما السيل تلاقي ده كله موجود عندها والجروس فاكتور موجود تبتدي تجهز نفسها للايه؟ للغزو. بعمليات معينه هنقولها كمان شويه. اوكي؟ كويس. وبعدين بعد ما نوصل لنقطه معينه خلاص الخليه دي لازم هتنقسم حتى لو شلنا منها الجروس فاكتور. يعني دلوقتي حاطط السيل جوه كالشر وحواليها الجروس فاكتور هتبتدي تتوقف نفسها للغزو. من قبل ما تنقسم لو شلتها وحطيتها في ميديوم اخر هل تستمر عملية الانقسام ولا تقف؟ على حسب. لو قلنا قبل الريستريكشن بوينت خلاص مش هتنقسم حتى توقف على الانقسام. لو قلنا عدينا الريستريكشن بوينت لا هتنقسم بالرغم ان الجروث فاكتور مش عرفنا ايه بقى تعريف الريستريكشن بوينت؟ هي البوينت اللي قبلها لو شلنا الخلية او لو بعدنا الجروث فاكتور عن الخلية لن تنقسم. وبعدها لو بعدنا الجروث فاكتور عن الخلية لانه وقع من عمل خلاص. قبل الريستريكشن بوينت هو وقع من عمل. وصل الريستريكشن بوينت خلاص ما بقاش له لازمه. اوكي؟ طيب ايه يا ترى الجروث فاكتور ده بيعمل ايه في الخليه عشان يخليها تنقسم؟ الجروث فاكتور بيخلي مجموعه معينه من البروتينات تظهر في الخليه during the different phases of the cell cycle. اوكي؟ هذه البروتينات تحس انها بتزيد وتقل يبقى هي بيحصل لها سايكليك تشينجز فعشان كده بنسميها هذه البروتينات ايه؟ سايكلينز. عرفنا كلمة سايكلينز جاية من ايه؟ ان هذه البروتينات undergo سايكليك تشينجز during the cell cycle. اوكي؟ في بروتينات معينة اقول they undergo cyclic changes بمعنى انهم يزيدوا ويرجعوا يعملوا تاني ويزيدوا نوع اخر في فيز اخر من الخليه من السيل سايكل ويرجعوا يعملوا تاني. السايكلز دول بنديهم حروف في سايكل A وفي B وفي C وفي D اتسيتر. مين اول سايكل بيظهر نتيجه وجود الجروث فاكتور؟ سايكل D. اول سايكل بيظهر طبعا بيظهر فين؟ في الG1 phase. ما احنا لسه خارجين من الام فيز. اوكي؟ لسه خارجين من الام فيز يبقى احنا دلوقتي في ايه؟ في الجي 1 فيز لو كانت الخليه هتنقسم. طب لو كانت الخليه دي لم تنقسم وتفضل قاعده كده مده طويله يبقى نسميه جي 1 فيز برضه؟ لا نسميه جي 0 فيز. ها؟ يبقى الخليه لو كانت مش هتنقسم هنقول انها في الايه؟ في الجي 0 فيز. حصل مايتوزيس دلوقتي والخليه الناتجه لم تنقسم. العكس يبقى نسميها في ايه؟ في الجي 0 فيز. انما لو كانت هتنقسم هنقول انها في الجي 1 فيز. اوكي؟ ايه اللي يخليها تخش في الجي 1 فيز؟ وجود الجروس فاكتور. الجروس فاكتور ده عمل ايه؟ عمل سيميليشن لبناء مجموعه من البروتينات اسمها سايكلز. اول سايكل قلنا بيظهر اسمه سايكلين دي. اوكي؟ وبعدين السايكل دي ده يفضل موجود خلال بقيه الجي 1 فيز لغايه بدايه الاس فيز ويختفي. وفي سايكل اخر بعد ما سايكل دي يظهر في الخليه يظهر نوع ثاني من سايكل اسمه سايكل اي. سايكل اي برضه يبدا ظهوره في الجي 1 فيز وبيستمر لغايه الاس فيز وبعدين يختفي. بس دي بيبتدي الاول ويخلص الاول وبعدين الاي يزيد وبرضه يرجع يقل انما يقل بعد الدي. اوكي؟ اما يقل الاي يجي سايكل اخر اسمه سايكل اي يزيد. يزيد فين؟ في الاس فيز بقى. سايكل اي
وبيستمر لغاية الجي تو فيز. يستمر لغاية الجي تو فيز وبعدين يظهر معاه كمان سايكل بي. والاثنين يفضلوا مع بعض لغاية الام فيز. دول بقول تاني هما السايكلز. تاني هما السايكلز دول ايه كان يخليك تعمل دي ار بروتينز. دي ار بروتينز. That appear and disappear during different phases of the cell cycle. على التوالي D ثم E ثم A ثم A معا. دول كده السايكلز اللي بيظهروا ويختفوا بقول during different phases وانا قلت كل واحد يظهر امتى ويختفي امتى. اوكي؟ هذه السايكلز بقى ايه اللي اتعملت دي؟ السايكلز دي بتنشط كايناز انزيمز. بتنشط ايه؟ فاكرين كلمة كايناز يعني ايه؟ بيعمل ايه الكايناز ده؟ بياخد فوسفيت عدد من الـ ATP ويديه لمركب الـ R. وهنا دول الكايناز دول كلهم بروتين كايناز. بروتين كايناز. بروتين كايناز يعني ايه؟ يعني بياخد الـ ATP ويضيف على بروتين. يضيف على ايه؟ على بروتين. فعشان كده بنسميهم بروتين كايناز. طب البروتين كايناز دول هل يقدروا يشتغلوا من غير سايلنس؟ لا. لازم السايلنس يكون موجود. من غير سايكلز هذه البروتين كايناز لا تعمل. اوكي؟ عشان كده بنسميهم ايه بقى؟ سايكلين ديبندنت كايناز. واختصارها سي دي كي. سي دي كي يعني اختصار لسايكلين ديبندنت كايناز. ليه؟ لانه يعتمد على السايكلين. من غير سايكلين ما يشتغلش الكايناز. يبقى البروتين مش شغال. ها؟ سايكلين دي بينشط اثنين من السايكلين ديبندنت كايناز. نمرتهم أربعة أو ستة. سايكل ديبندنت كايناز دول عدد كبير وبنديهم أرقام عكس الإيه؟ سايكلز. سايكلز بنديهم إيه؟ حروف. سايكل دي، سايكل إي، سايكل إي، سايكل بي. ها؟ إنما سايكل ديبندنت كايناز بنديهم أرقام. نمرة أربعة أو ستة بيتنشط سايكل دي. ونمرة اثنين بيتنشط سايكل إي. إي بينشط سايكل سي دي كي 2. نمرة اثنين. ايه كذلك بينشط سي دي كي 2. اوكي؟ سي دي كي 1 بقى بينشطه ايه ال بي. ايه ال بي. ايه اللي هو كان نشط خد بالك سي دي كي 2 قبل كده برضه بينشط سي دي كي 1 وكذلك بي اللي هو بيظهر بعد ما ايه يختفي. خد بالك ايه بيختفي يعني في بدايه الجي 2 فيز. اوكي؟ بيقل على صح وبي بقى بيزيد. يعني بعد كده في الجي 2 فيز والى بدايه الام فيز ايه اند بي موجودين. الايه ابتدى يقل شويه بس البي ظهر كمان وهما الاثنين بيتنشطوا سي دي كي 1. خلاص؟ طيب احنا عرفنا ريستريكشن بوينت. في حاجه ثانيه اسمها تشيك بوينت. فاكرين لسه ريستريكشن بوينت يعني ايه؟ طيب امال ايه تشيك بوينت بقى؟ تشيك بوينت دول بوينتس فيها بروتينات. لازم تتأكد إن الخلية سليمة وصالحة للعمل عشان تسمح لها بالانبساط. ليه يا ترى عشان إيه؟ لو نفرض الخلية دي فيها ديفكت هل أنا مصلحتي إنها تنقسم؟ طبعًا. ليه لو فيها ديفكت ممكن يحصل لها إيه؟ تتحول لكانسر سيل. فأنا مش مصلحتي إنها تنقسم. عشان كده أنا عندي تشيك بوينتس بتأكد الأول إن الخلية سليمة وصالحة للعمل عشان أسمح لها بالانبساط. طبعًا إيه أهم جزء لازم انه سليم وصالح للعمل الدي ان ايه؟ طبعا الدي ان ايه. فاذا معظم التشيك بوينتس دي بنتاكد فيها ان ايه؟ ان الدي ان ايه سليم. هما ثلاثه اساسيه وفي واحد رابع على حضرتك. ها؟ التشيك بوينت الاولانيه كانت في جي 1 فيز في الاول خالص. دي اول حاجه طبعا زي ما اتفقنا نتاكد ان الدي ان ايه سليم نوت دامج. ها؟ فانا دامج الدي ان ايه دي اتاكد. طب لو لقينا ان الدي ان ايه دامج نعمل ايه؟ نموت الخليه. يعني نعمل لها ايه؟ ابوبتوسس. نعمل لها ابوبتوسس. زي ما قلنا لازم نربط السيل سايكل بالابوبتوسس. لو كان الدي ان ايه مش سليم لازم نعمل ابوبتوسس ونموت الخليه لان دي ممكن تقلب الكسل مش مصلحه. انما كمان بالاضافه اني بتاكد ان الدي ان ايه هنا سليم في اول تشيك بوينت اللي هي في الجي 1 فيز لازم كمان اتاكد ان في نيوترينتس كفايه امينو اسيدز وصورته انرجي لايك جلوكوز مثلا. ها؟ واتاكد ان عندي جروث فاكتور
في وسط الجيل وفيس برضو بنعمل فيها ايه؟ بنتأكد ان الخلية نمت بما فيه الكفاية، ونتأكد كمان طبعا ان الدي ان ايه سليم. دمج الدي ان ايه استكتب في الجيل وفيس كذلك. ولو لقينا ان في نمج نعمل ايه؟ برضو نعمل أبوبتوسس. لو لقينا سليم نسمح لها بالاستمرار وليمتشك. اوكي؟ خلاص يبقى كده ايه كده كده نسلم. في الان فيس لازم نتأكد من ان الكروموسوم كلها سليمة. اوكي؟ وان المطاق اسبند اللي اتعمل مظبوط، وان الكروموسوم اتوزعت على الناحيتين اللي هيطلعوا خليتين جديدتين. اوكي؟ تشيك بوينت دي قلنا في الان فيس نتأكد ان الكروموسوم اتوزعت توزيع سليم بين الخليتين. اوكي؟ طبعا لو برضه التوزيع غير سليم المفروض نعمل ايه؟ نعمل ابوبتوس، لان دي هتطلع عملية غير سليمة. ادي ثلاثة تشيك بوينتس رئيسية. في تشيك بوينت رابعة في نهاية الاس فيز بتعمل ايه دي بقى يا ترى؟ دي بتتأكد ان كل الدي ان ايه حصل له ريبليكيشن. لازم نتأكد ان كل الدي ان ايه حصل له ريبليكيشن عشان يبقى في ما يكفي من الدي ان ايه عشان الخليتين الجديدة. ان الريبليكيشن سليم ده في نهايه الاس فيس طبعا، لان خلاص كده المفروض الريبليكيشن تم. خلاص عرفنا ايه التشيك بوينتس. كويس، حد عنده سؤال قبل ما ننتقل الى تفصيلات اكثر عن السيل سايكل؟ مكان الريبليكيشن بوينت قلنا قرب نهايه الجي 1 فيس، دي نهاية دي مكان الريستريكشن. اوكي؟ لو كل شيء سليم هنكمل عملية الريستريكشن. طيب وايه يعني؟ ما هو الباقيين سبايكرز مش معتمدين، ما هو ايه الريستريكشن بوينت يا بنت؟ معناها ان خلاص لا يلزم الجروس فاكتور عشان استمر. ايوه في سبايكرز ما ظهرتش لسه، ما حدش قال ان الجروس فاكتورز مسؤول عن ظهور جميع سبايكرز. لا، سايكل هيسلم اللي وراه. ها؟ الجروث فاكتور مهم عشان السايكلز الاولى الدي والاي. اوكي؟ الدي كمان اخر. الجروث فاكتور اساسا مسؤول عن تصنيع السايكلين دي بالاساس. الدي بعد كده هيسلم للاي. اوكي؟ فاذا بعد كده بعد ما الاي ابتدى يظهر خلاص ما بقاش جروث فاكتور يعني. خلاص؟ طيب في سؤال ثاني؟ فهنقول تفصيلات اكثر شويه عن ريجوليشن والاساس. احنا قلنا حصل فيها ايه؟ وازاي نتاكد ان الوضع سليم عشان نقدر نستمر؟ هنعيد الكلام اللي فات كده برضه باختصار شديد او جزء منه على صح؟ بون فاكتور. بدايه السيل سايكل اللي فيه جروث فاكتور احنا ممثل في النقطه الحمراء دي هيأثر ريسبتور موجود على البلازما ميمبرين. الانسيشن الجروث فاكتور كلهم بروتينات، وبالتالي هل تخش الخليه ولا تاثر على سطح الخليه؟ على سطح زي ما هتاخدوا بعدين. الهرمون ليها ريسبتور مش كده؟ كل البروتين هرمون الريسبتور بتاعتها فين؟ على سطح الخليه. كل البروتين هرمون الريسبتور بتاعتها على بما فيها الجروث فاكتور برضه الريسبتور بتاعها على سطح الخليه. طيب الجروث فاكتور ده زي ايه؟ ايه مثال على الجروث فاكتور؟ انت خاطبه كده امثله كتير. زي الاندروفويتن مثلا بالنسبه للريسبت، ايه اللي يخلي الريسبت تتقاطع؟ الاندروفويتن. هو لازم يروح على الهيموفايبروبلاست وينشطها عشان تعمل لي بعد كده الغثيان وتجي لي بعد كده الاندروفويتن وتكمل الى الريسبت في الاخر. فلازم في جروث فاكتور هنا تكاثر الاريتروفويت. طيب بالنسبه للبلاي سنت في ايه؟ في الكولون ستيميليتنج فاكتورز اللي برضه خدتهم في الفيزيولوجي. الكولون ستيميليتنج فاكتورز دول بينشطوا تكاثر الوايت بلاد سنت. بقى معاهم مختلفه طبعا لو درسوها. اوكي؟ طيب بدايه بقول هذا الجروث فاكتور هيتنشط ريسبتور معين خاص بيه على سطح الخليه اللي هي بعد كده هتنكسر. طيب يحصل ايه اول خطوه؟ أول خطوة يحصل أوتو فوسفوريليشن للريسبتور.
reset. El reset of the no substrate and the mi receptor substrate. هذا الريسبتور سبستريت، الريسبتور يعمل فيه ايه بعد ما حصل له فوسفوريليشن الاول؟ يعمل فوسفوريليشن للسبستريت ريسبتور ها؟ يبقى في الاول الريسبتور نفسه يحصل له فوسفوريليشن وهو نفسه يعمل فوسفوريليشن لسبستريت معينه، هذه السبستريت عباره عن بروتين برضه. عباره عن ايه؟ بروتين. اوكي؟ طيب عمليه الاوتو فوسفوريليشن دي بتحصل على مين من الامينو اسيدز يا ترى؟ هنا بالذات بتحصل على سايتوسين. احنا لو كنا فاكرين من زمان لما اتكلمنا عن فوسفوبروتينز ها؟ ولما اتكلمنا عن الفوست ترانسليشنال موديفيكيشن اوف بروتينز قلنا ممكن نعمل فوسفوريليشن اوف بروتينز وقلنا الفوسفوريليشن ده لازم يتم على ايه؟ على او اتش على هيدروكسيل. الهيدروكسيل جروب دي ممكن تبقى بتاعت سيرين او ثريونين او تايروسين. اوكي؟ ده بصفه عامه. انها بالنسبه للجروث فاكتورز لا، الفوسفوريشن بيحصل على التايروسين لا على الثريونين ولا على السيرين، على التايروسين. اوكي؟ فاذا نفس الجروث فاكتور ريسبتور بقى فوسفوريشن بتاع التايروسين وبعدين دلوقتي بقى له سترونج بروتين تايروسين كايناز اكتيفيتي بنختصرها الى بي تي كي. بي تي كي يعني ايه؟ يعني بروتين تايروسين كايناز اكتيفيتي. ليس بناء بروتين تايروسين كايناز. طب نبتدي الاول ليس بناء تايروسين كايناز عشان بيعمل فوسفوريليشن للتايروسين يبقى هنسميه تايروسين كايناز زي اللي بيعمل فوسفوريليشن للهكسوزيس نسميه هكسوكايناز للجلوكوز نسميه جلوكوكايناز. اوكي؟ طب ليه سميناه بقى بروتين تايروسين كايناز؟ لانه ما يقدرش يعمل فوسفوريليشن للتايروسين ثاني. لازم يكون التايروسين ده ايه؟ جزء من بروتين. لازم يكون التايروسين ده جزء من بروتين. ها؟ ومش اي بروتين، بروتين يقدر يشتغل عليه هذا الريسبتور وبالتالي بنسميه ريسبتور سبستريت. احنا عارفين كلمه سبستريت يعني الماده التي يعمل عليها الانزيم. فديس از سبستريت فور ذا ريسبتور فبنسميه ريسبتور سبستريت. والريسبتور نفسه له ايه؟ بقول تاني تايروسين كايناز اكتيفيتي بس لازم هذا التايروسين يبقى جزء من بروتين فالاصح يعني نسميه بروتين تايروسين كايناز نوت سيمبلي تايروسين كايناز. دلوقتي الريسبتور اصبح فوسفوريليتد ريسبتور سبستريت. الريسبتور سبستريت وهو بروتين النيشر قلنا اصبح فوسفوريليتد على التيروسين اللي فيه هو بروتين وبالتالي اصبح ريسبتور سبستريت فوسفوريليتد ريسبتور سبستريت. طيب يحصل ايه بعد كده؟ ده يؤدي الى انترا سيلر سيجنال مش هنخش في تفصيلاتها لانها ديتيلز بتاعتها ملهاش لازمه تؤدي فاينلي الى بناء سايكلين دي وهذه هي البدايه زي ما قلنا في الدياجرام قلنا في الدياجرام اللي فات ايه؟ يبقى احنا وسعنا الحته الاولانيه في الدياجرام ان في جروث فاكتور هيمسك على سطح الخليه هيعمل ايه؟ هيصنع في الاخر سايكلين دي. ازاي صنع سايكلين دي عشان تستمر السيل سايكل؟ بالطريقه دي. جروث فاكتور نشط ريسبتور حصل له فوسفوريليشن نشط سبستريت معين واي فوسفوريليشن ادت الى انتراسيلر سيجنال ادت الى تنشيط الجين الخاص بالسايكلين دي يوم الجين يصنع سايكلين دي. يبقى احنا كده وصلنا ازاي؟ وصلنا الى بناء سايكلين دي في داخل الخليه عشان بعد كده تستمر عمليه الانقسام. طيب سايكلين دي هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في الدياجرام اللي فات سايكلين ديبندنت كاينيز. مين السايكلين ديبندنت كاينيز اللي بينشطها سايكلين دي؟ نمره 4 و6. سايكلين دي بينشط سي دي كي 4 وسي دي كي 6. ها؟ اوكي. بيتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها جي 1 سبيسيفيك كاينيز. سايكلين دي لما يتحد مع سي دي كي 4 و6 ينشطهم ويعملوا مع بعض حاجه اسمها G1 specific kinase. ليه سميناها G1 specific؟ لأنها بتحصل في G1 phase
كل القصة دي حصلت فين؟ في الجي والفيس. إذا هذا الكينيز اللي هو عبارة عن تنشيط لسايكلين CDK4 and 6 بالسايكلين دي، هذا الكينيز موجود في الجي والفيس، بيحصل في الجي والفيس، فبنسميه جي وان سبيسيفيك كينيز. ده يؤدي إلى إيه بقى؟ إلى تصنيع النوع الثاني من السايكل. زي ما قلنا السايكل الأولاني بينشط بناء الثاني. مين الثاني ده؟ سايكل دي. احنا قلنا الأول بنبتدي بسايكل دي يلي سايكل. ده بناء على إيه؟ على سايكل دي هو اللي أدى إلى تصنيع سايكل دي. وسايكل دي مع سي دي كي 2 يعملوا مع بعض أكتف سي دي كي 2. طب وبعدين سي دي كي 2 ده أما يبقى أكتف يعمل إيه؟ يعمل فوسفوريليشن للبروتين اسمه ريتينوبلاستوما بروتين، اختصارها ار بي، ار بي يعني ريتينوبلاستوما. ايه كلمه ريتينوبلاستوما اللي جايه منين يا ترى؟ عموما الحاجات اللي بتنتهي بكوما معناها ايه؟ انا لسه ما سمعتوش عن الكلام ده، معناها تيومر. تيومر اما الريتينوبلاستوما يعني تيومر اوف ذا ريتينا. تيومر اوف ذا ريتينا. اوكي؟ لكن الرسوم الثاني معناها تيومر او كرام. ده بروتين، في بروتين اسمه ريتينوبلاستوما بروتين. اوكي؟ ليه بقى سموه ريتينوبلاستوما بروتين؟ لان لما بيحصل فيه ديفكت بتؤدي الى ريتينوبلاستوما. هذا البروتين بيمنع الريتينوبلاستوما في الظروف العاديه، بيمنع الريتينوبلاستوما. لما يحصل فيه خطا تؤدي الى ريتينوبلاستوما. للعلم الشيء الريتينوبلاستوما ده تيومر بتاعتنا بيحصل في الاطفال. بيحصل فين؟ في الاطفال. نتيجه خطا في بناء هذا البروتين. لان البروتين ده بيمنع الثاني بيمنع الريتينوبلاستوما. اوكي؟ طب وظيفته العاديه ايه؟ هل هذا ما لوش وظيفته ده في الريتينا؟ لا، هو وظيفه والله في جميع الخلايا تقريبا. ايه وظيفته في الخلايا المختلفه؟ وظيفته انه بيعمل بايندنج للترانسكريبشن فاكتور. احنا دخلنا كده في عمل الدي ان ايه بقى؟ في ترانسكريبشن فاكتور اسمه ترانسكريبشن فاكتور E2F. هذا الترانسكريبشن فاكتور طول ما في ريتينوبلاستوما بروتين ما يشتغلش. هلا طب ما تشتغل امتى؟ اما الريتينوبلاستوما بروتين يحصل له فوسفوريليشن يفك منه هذا الترانسكريبشن فاكتور E2F ويعمل العمل بتاعه لسه اللي هنقول له يعني. اوكي؟ يبقى تاني الريتينوبلاستوما بروتين وبالتالي بنربط له بالـ PRP، الـ P اللي في الأول دي معناها إيه؟ بروتين. أما لو قلت RP بس معناها إيه؟ معناها الجين بتاع الريتينوبلاستوما. ها؟ في حاجة اسمها RP جين، RP بس معناها جين وريتينوبلاستوما. إنما PRP ده بروتين أو ريتينوبلاستوما جين. هذا البروتين بقول تاني بيعمل إيه؟ بيمسك ترانسكريبشن فاكتور معين اسمه E2F، هنشوف دلوقتي وظيفته إيه؟ ويمنع من العمل. طول ما هو خلاص. لو هذا ال بي ار بي حصل له فوسفوريليشن هيفك من الاي تو اف. تفتكروا ازاي؟ ايه اللي يخلي الفوسفوريليشن بتاعه يؤدي الى انه يفك من الاي تو اف؟ يحصل فيه ايه؟ كونفورميشن تشينج. كلام بقى معين. نرجع تاني للبروتين كيمستري ونفهم يعني ايه كونفورميشن تشينج. كونفورميشن تشينج ده مهم جدا في البروتين في صفه عامه في عمل البروتينات. Conformation change. لما يحصل له conformation، conformation change اللي هيتم هيفكه من التوت. طول ما المفروض فوسفيت له high affinity for transcription factor E2F. أول ما يحصل له conformation، مين بقى اللي بيعمل له conformation تاني؟ active CDK2. active CDK2. أوكي؟ ده احنا دخلنا كده في الإيه بقى؟ في السينتيتك فيز. إزاي؟ ان الاي تو اف ده عباره عن ترانسكريبشن فاكتور بينشط بناء هذه البروتينات. ايه البروتينات دي؟ دي ان ايه بوليمريز. يبقى ده هيعمل ايه بقى؟ ابلكيشن. داي هيدروفوليت ريداكتيف بينشط الفوليت عشان تبني بيورينز وثايمين عشان نبني بيهم دي ان ايه. ثايمين ريسانتيز اللي بيصنع ثايمين من اليوراسيل و نيوكليوسايد ريداكتيز اللي بيحول الرايبو نيوكليوسايد رايبو نيوكليوتايد في الواقع الى ديوكسي رايبو نيوكليوتايد. اوكي؟ ده رايبو نيوكليوتايد ريداكتيز
بيحول الرايبونيوكليوتايد الى الديوكسي رايبونيوكليوتايد برضه عشان اعمل منها ايه دي ان فاذا الاي تو اف لا ترانسكريبشن فاكتور لازم ايه بقى للريبليكيشن يعني لو ما اشتغلش الاي تو اف كترانسكريبشن فاكتور نقدر نعمل ريبليكيشن ما نقدرش نعمل ازاي ما هو مفيش الانزيمز الاساسيه ما انا عشان اعمل ريبليكيشن لازم اصنع بيورينز وفايمين مش كده ما اقدرش اصنعهم من غير الاي تو اف لان لازم بي اعمل ريداكشن للهايدروكلوريت زي ما خدت زمان ها وبالتالي اقدر اعمل فايمين واعمل بيورين زي ما احنا هنعرف بعدين واعمل دي اوكسي رايبونيوكليوتايدز واعمل الانزيم اللازم للدي ان ايه اللي هي الدي ان ايه بوليميريز ما دام حصل كده يبقى وصلنا ايه بقى كنت بتسالي عليه الريستريكشن بوينت ما دام وصلنا ان صنعنا هذه الانزيمات خلاص الجروث فاكتور ملوش لازمه هو تم العمل بتاعه طلع لي ما يلزم علشان السن دي بعد كده يحصل لها مايكروس وصلنا الى مرحله لازم هنخش في الاس فيز دخلنا في الاس فيز يبقى بنينا دي ان ايه وما دام بنينا دي ان ايه هنقدر نستمر في عمليه السيل سايكل اوكي طيب مفيش حاجه بقى توقف العمليه دي اي في حاجات ممكن توقف العمليه دي. زي ايه بقى يا ترى؟ نيجي هنا لل CDK2 قلنا ده بيعمل ايه؟ بيعمل فوسفوريليشن لل PRP وبالتالي ينشط ال ترانسكريبشن اوف دي ان ايه عند جينز لازمه لتصنيع بروتينات لازمه للريبليكيشن. في حاجات بقى ممكن توقف عمل ال CDK2 الاكتف CDK2 ودي تشمل حاجه اسمها P16 و P21 بروتين P for protein هم ليه بقى 16 و 21؟ ده المولكولار ويت او الريلاتيف مولكولار ويت ماس بس بالقلب اما اقول P16 يعني ايه؟ يعني بروتين الريلاتيف ريسك بتاعه 16000 اما اقول P21 معناه ايه؟ معناه بروتين P for protein زي ما قلنا من شويه ها؟ المولكولار ويت بتاعه او مولكولار ماس بتاعته 21000 دول بروتينات هنعرف بعدين امتى ممكن الخليه تعملهم ودول بيوقفوا نشاط ال CDK2 بيوقفوا نشاط الاكتف CDK2 يبقى يمنع الفوسفوريليشن ولا بي ار بي وبالتالي يمنع عمليه بناء الدي ان ايه اوكي ال بي 16 وال بي 21 اذا بيوقفوا ايه بيوقفوا السيل سايكل ولا بيكملوا السيل سايكل؟ بيوقفوا السيل سايكل لانه بالتالي بيمنعوا الفوسفوريليشن ولا بي ار بي يبقى الترانسكريبشن فاكتور اي تو اف يظل غير عامل لا يستطيع العمل. اوكي؟ وبالتالي دول بنسميهم سايكلين كاينيز انهبيتوري بروتين اختصارها سي اي تي. البي 16 والبي 21 دول بنسميهم سايكلين كاينيز انهبيتوري بروتينز واختصارها سي اي بي او كمان ممكن نسميهم سايكلين كاينيز انهبيتورز واختصارها سي كي ار يبقى سي كي ار او سي اي بي دول امثالتهم البي 16 والبي 21 بروتين ودول انهبيت الاكتف سي دي كي 2 وبالتالي انهبيت عمليه الريبليكيشن وبيوقفوا السيل سايكل ويمنعوا تكاثر الخليه. إذا يا ترى الـ P16 والـ P21 دول يعتبروا إيه يا ترى؟ يعتبروا أونكوجينز يعني حاجة تزود حصول التيومر ولا يعتبروا تيومر سبريسور جينز يوقفوا نمو التيومر؟ يوقفوا النمو التيومر. ما دام بوقف نشاط الـ CDK يبقى بوقف نمو الخلية يبقى بوقف تكاثر التيومر يعني يعتبروا تيومر سبريسور يعتبروا تيومر سبريسور بروتينز والجينز بتاعتهم تعتبر تيومر سبريسور زي ما احنا عرفنا بعد كده في جينز تعتبر تيومرجينيك يعني تساعد على حصول التيومر ودي معناها ايه؟ الجينز اللي بتساعد على نمو الخلايا عموما دي هتساعد على نمو التيومر مش كده؟ انما الحاجه وظيفتها الطبيعيه انها تساعد على نمو التيومر وظيفتها الطبيعيه تساعد على التكاثر العادي بتاع الخليه. ها؟ انما لو حصل فيها تكاثر
พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ใช้คำผู้ยิ่งใหญ่ไม่พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยชมเล่นคำตอบง่ายๆที่แท้อาจจะโง่เท่าไหร่น่าจะพัฒนาพิมพ์แค่ที่จะทำให้เราเองเป็นองค์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นลักษณะของโลกที่เป็นธรรมชาติเราพัฒนาพิมพ์เทเช่จะทำให้เราองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้จุ่มมาเสร็จโอเคเอ็นจูมาสับเรสโรจีนยังไงเลยยี่ว่าแอปนมอวุลเทลียังไงคอนซูเมนแต่มันชุบยังช่วยตอนเราฟังมาชาตุเฮล่าเอ็นจูมาสับเรสโรจีนยังสั่งเลยยังสั่งคอนกูเจสยังสั่งจูตัวนอร์มัลยี่ว่าแอปนมอวุลเทลียังไงจะดูดโอเคนั่นมันมาฟังตัวมาเดินช่วยมาชาตุเฮลียังไม่เดินยี่ว่าแอปนมอวุลเทลียังมาเดินช่วยตะกัตุเฮลียังยิ่งมาทั่วไปเลยที่ละองค์ที่มาที่มาสับเรสโรนอร์มัลีเบียนนาโอดูสิจูสโอเคไปอันนี้ชอบทักยีละมุกรัตไก่คนเดียวเราต้องทำนี้ด้วยทางอื่นของเราโอเคในเซตไฟที่ทักกับคนเดียวอาจจะไม่สุขที่ดีปิดทักไก่มันเป๋เบไฟมีโรสแฟคเตอร์2และโรสแฟคเตอร์3ชอบงานอะไรแน่มาพูดที่ละยาสารีมาเกิดในโปรโตสแฟคเตอร์รีเซปเตอร์ออโตฟอสโฟเรนิชโอเคยาสารอาลาเฟนออโตฟอสโฟเรนิชอาลาไทรซีที่ละมาบูดเฟรีเซปเตอร์และดีนโฮไอจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนไทรซีนไคเนสและไนน์ยาพูดฟอสโฟเรนิชของทาร์เก็ตโปรตีนที่เราเรียกว่าเรีเซปเตอร์ซับสเต็ตแต่ว่าคือทาร์เก็ตโปรตีนอย่างไรยังเป็นโปรตีนที่จะใช้ได้ที่เราเรียกว่าเป็นรีเซปเตอร์ซับสเต็ตแต่เป็นฟอสโฟเรตทาร์เก็ตโปรตีนกับเอ็นเอเออินทราเซลลูลาร์สัญญาณทำให้เชื้อในมันยันทำให้ไซลินส์พอมาไซลินส์ดูมีอันดับโกไซลินส์เปลี่ยนแปลงในสัญญาณไซลินส์วิธีดูเยลล์ during different phases of the cell cycle ว่ามีอันดับโกอินทราคาร์มีมาขั้นไปละอัครับเซลไซน์โอเคเปลี่ยนแปลงในไซลินส์ที่นั่งชัตโตไซลินส์ dependent protein kinase เรียกสัญญาณ CDKโอเคพอได้ find independent that is going to be able to get the phosphorylation substrate แต่เกิดจากเนื้อโปรตีนไคเนสไม่ได้รู้ phosphorylation substrate ไม่เอ็ดเดนเดอร์ finding ดีอันนี้ที่กิจใน growth factor ว่าสารสัตว์ขั้นเคลียร์ดับยูนอชซีดีคีอาร์บาวาเซ็ตต์คือดับยานอินดักชันไซคลินีว่าในไซคลินียูนอชไซคลินซีดีคี dependentKinase 2, EPA 2. Okay? With that, any phosphorylation in retroblastoma protein, you may focus on E2F transcription factor. With that, you can carry a G1 phase and S phase, you can have a restriction point where you can have a active growth factor as a customer. An active CDK2 can be inherited by on that, CIP, which is cyclin kinase.Protein of CKI, cyclin kinase inhibitor. And long as I'm on the mean, P16 or P21. Okay? Cyclin A, we not shot CDK2 command, but if I did, we can try it in a space, or not shot applicator, then on the cyclin E, then what we will A, or by then A or B, we not shot from G2 phase, or if we did an M phase, we not shot CDK1.وده بيجي الخلية بقى من G2 phase إلى M phase لأنه بيعمل إيه بقى دي اللي ما قلناهاش حاجة وحيدة بيعمل phosphorylation H1 histone وده بيساعد على condensation of chromosomes عشان بعد كده نفصلهم في الخليتين الجديدتين بيعمل phosphorylation للبروتينات اللي موجودة في النيوكلر ميمبرين ودول بنسميهم نيوكلر لامينز وبالتالي بيكسر النيوكلر ميمبرين بيعمل phosphorylation للأكتين attachment proteinsدوم السيل تبقى راوند الأب بدل تخليها شيء معين تفقده وتبقى راوند تعمل فوسفوريشن المايكرو تيوبيولز والسايتوكيتون وبالتالي يعمل المايكرو